غدا ان شاء الله بينطلق معسكر منتخبنا الوطني الاول استعدادا لمواجهتي ملاوي. زي ما حضراتكم عارفين 24 لاعب في قائمه منتخبنا الوطني. اتحاد كره القدم بيطلب نقل مباراه منتخب مصر وملاوي لاستاد الدفاع الجوي، لانه بيقول ان في بعض الاصلاحات الخاصه باستاد القاهره. انضمام لاعبي النادي الاهلي والزمالك لمعسكر المنتخب الاولمبي، واستبعاد عبد النبي بسبب اصابته احمد عبد النبي بكسر في مشطيه اليد بعدما اجرى له دكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي اشعه على اليد اليسرى. عايز اقول لحضراتكم مفاجاه بالمناسبه، رغم اعلان اتحاد كره القدم عن توفير طائره خاصه لمنتخبنا الوطني الاولمبي، لان الموضوع ده لم يحدث حتى الان، حتى هذه اللحظه بشكل رسمي الموضوع لم يحدث. قد يكون الحقيقه بعد بقالنا 4 5 ايام بنعمل نداء لوزاره الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي ان هو يتدخل في هذا الامر. ان شاء الله قريبا جدا يا رب يحصل هذا الامر ويتدخل دكتور اشرف في هذا الامر ويعطي الامر بطائره خاصه للمنتخب الاولمبي تساعده الحقيقه في رحلته الصعبه جدا جدا الى زامبيا. فيتور بريرا بالمناسبه رئيس لجنه الحكام البرتغالي بدا شغله على الارض وبشكل سريع جدا.